انحبس عشرات المرات، تقدم بحقه أكثر من 50 لائحة اتهام، وأدين بحوالي 10 تهم، منها تحريض بالقتل على عنصرية على إخلال بالنظام وعرقلة عمل الشرطة. خلصت لهان؟ أكيد لأ. بسبب سجله الجنائي هذا، لما تقدم بطلب عضوية لنقابة المحامين رفضوا طلبه، والجيش رفض تجنيده، وأعفاه من الخدمة بعد سنتين. ولما واحد من مسؤولي الجيش سألوا عن سبب الرفض، قال كيف ممكن نعطي سلاح لشخص بهذه المواصفات؟ عجيب، مين هذا يا شارح؟ شوقتنا. لسه استنى، مش هون العجيب. العجيب إنه هذا الشخص بهذه المواصفات صار عام 2022 وزير، ومش أي وزير، وزير الأمن القومي والمسؤول المباشر عن الشرطة الإسرائيلية. في هذه الحلقة بدي أحكي لكم قصة أكثر شخص مكروه في الوطن العربي والإسلامي وفي دول مختلفة حول العالم، وحتى عند شرائح واسعة في دولة الاحتلال، قصة إيتمار بن كفير. كيف وصل لهذا المنصب السياسي؟ هو سجل إنجازه الجنائي أكبر من أي سجل تاني. أنا أمجد أبو سيدو، وهذا هو الشرح. في أيار 1976، يعني في الذكرى التاسعة لاحتلال القدس، انولد مستوطن جديد في المدينة المحتلة، ومش أي مستوطن، إيتمار بن كفير، اللي راح يصير في السياسة الإسرائيلية أشهر من نار على علم، واللي راح يحمي اللواء الاستيطان والمستوطنين على كتافه. الغريب يا جماعة إنه والده من أصول عراقية وأمه من كردستانية العراق، بس أجواء العيلة ما كانتش عربية، كانت صهيونية بامتياز. والدته مثلاً كانت ناشطة من قبل النكبة بحركة صهيونية اسمها إيتسل، أو التنظيم العسكري الوطني، وشاركت بأعمال عدائية ضد الفلسطينيين. لهيك اتربى بن كفير في بيت تقليدي، والدين فيه جزء أساسي من الانتماء للصهيونية. وإذا كان أبوه وإمه اختاروا له هذا التدين الشعبي، فهو بعمر 12 سنة اختاروا بنفسه وأخذوا لمكان أبعد، فقرر التدين بشكل كامل، وحتى التوراة تبعتهم بين عينيه، وبلش يمشي عشو بتقوله. بس مع هيك، تدين بن كفير ما كانش يعني اهتمام بأمور الدين وبس، إنما كان له بعد سياسي واضح، وهذا عكسه هو على الاحتجاجات في الشارع. تاب بن كفير، وبعدها بسنتين يعني بعمر 14 سنة حمل حاله ونزل على مظاهرة في ميدان باريس في القدس ضد حركة النساء بالسواد، اللي كانوا عاملين مظاهرة بيطالبوا فيها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الضفة الغربية. المظاهرة نفسها يعني مش كتير مهمة، عاد يعني مجموعة إسرائيليين ضد مجموعة إسرائيليين، بس هذه المظاهرة تحديدا كانت مهمة لتطور مسار بن كفير. بدك تسألني ليش؟ في هذه المظاهرة التقى بن كفير بشخص اسمه نعام فيدرمان، وهذا الزلمة من الأعضاء البارزين في حركة كاخ. حلو كتير؟ حلو كتير. هون لازم نوقف شوي، وقبل ما أحكي لك شو قال بن كفير عن هذا اللقاء وشو صار معه بعد هذا اللقاء، لازم أقول لك شو هي حركة كاخ، لأنه مش ممكن نفهم كيف بيفكر بن كفير بدون ما نمر على هذه المحطة الإجبارية تبعته. هذا يا سيد العزيز قبل ما ينولد بن كفير بحوالي 5 سنين، إجا واحد يهودي من أمريكا وبرطع في فلسطين، بلط لزق، اسمه مائير كهانة، وأسس حزب سماه كاخ. مسيرة هذا الحزب السياسية مش كتير مهمة، لأنه ما طولش 23 سنة وتم حظره وتفكيكه من الحكومة الإسرائيلية نفسها. لكن شو ورث هو المهم؟ ورث إشي صار يعرف لقدام بالكهنية، والأيديولوجية القائم عليها هذا النهج تدعو أولاً للهجرة الفورية ليهود العالم على فلسطين، 2 معظم العرب اللي بيقيموا في دولة الاحتلال هم أعداء، 3 الديمقراطية مش إلنا، لأنه إحنا الله من علينا بالتوراة وفيها كل إشي، هيك بيزعموا، 4 الفلسطينيين اللي عايشين تحت حكومة الاحتلال ما لهم حقوق، واللي مش عاجبه ينقلع، واللي بدوش يطلع احنا بنطلعه بالقوة. يعني باختصار شديد، الكهنية نهج جمع بين التدين المسيس والمغالاة القومية مع استخدام العنف، وهذا بحسب كهانة مش مواقف سياسية، بل هي مشيئة ربانية غير قابلة للنقاش أو المساومة. ورح نشوف هذا الفكر لقدام كيف كان له الحضور الأكبر في نوع الخطاب السياسي اللي بيصدره بن كفير. אנחנו מעבירים מסר מכאן לחמאס, ירושלים שלנו. المهم نرجع للقاء مع فيدرمان.
بيحكي بن كفير نفسه إنهم بلشوا يحكوا في المظاهرة وبعدها درسوا مع بعض وشوي شوي بلش ينشدله ويتأثر فيه لحتى صار يروح على المدرسة مدرسة الفكرة اليهودية اللي أسسها كهانة ويتلقى تعليمه منها لحد ما قال بن كفير اكتشفت إنه اللي قاله الحخام كهانة كان هو طريق التوراة الصحيح وما احتاج بن كفير غير سنتين من وقت المظاهرة لحتى يلتحق بحركة كاخ بشكل رسمي ويصير ناشط فيها وصولا لأنه يصير مسؤول الشبيبة ومن بعد هذه الولادة التنظيمية تحديدا صار بن كفير مش بس يميني أقصى 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 اليمين. خريف 1995 بيطلع شاب على الكاميرا يمكن كان ظهوره الإعلامي الأول شاب مبين عليه طايش لابس قميص أزرق وبيهدد بمين؟ برئيس حكومة الاحتلال وقتها إسحاق رابين. كان رابين موقع اتفاقية سلام مع منظمة التحرير اتفاقية أوسلو واليمين الصهيوني انجن جنونه وقتها اللي اعتبر هذا الفعل بأنه خيانة. المهم طلع بن كفير قدام الكاميرا وهو في المظاهرة ومعه شارة لسيارة الكاديلاك وبقول زي ما قدرنا نوصل لشارة السيارة نقدر نوصل لرابين. وفيش إلا ثلاث أسابيع هيك مرت إلا بمظاهرة مؤيدة لخطوة السلام بيقترب أحد المحسوبين على اليمين من رابين وبطق رصاصتين وبقتله وبقول له الله معك. هذه الحادثة ارتبطت بحادثة تانية سنة 1994 مستوطن بيدخل على الحرم الإبراهيمي وبيفتح الرشاش على المصلين وبقتل عشرات الفلسطينيين في عيد المساخر اليهودي. بعدها بيلبس بن كفير أواعي بتشبه أواعي القاتل وبيحمل صورته وهو رافع سلاح وبيرفع يافطة مكتوب عليها طوبى للرجل الذي يفتح النار وبوصفه بالبطل وبكتفيش بهيك كمان بعلق صورته في الصالون عنده في قلب الدار. اللي سبق وقلناه يا جماعة مش هو القصة الكبيرة لأنه ملان في مستوطنين من نوعية بن كفير يعني بتخلاش، بس القصة من لما بن كفير المستوطن اللي لابس دائما القلنس واليهودية واللي مبين حفرتلي ومشكلجي واللي بده ينهي وجود كل فلسطيني ويسيطر على كل الأرض. القصة بلشت من لما صار شخص بهذه المواصفات جزء من القرار السياسي الإسرائيلي اللي بحلو بربط. يمكن أول مرة قرب فيها بن كفير من العمل السياسي الحكومي كان عام 2009 لما واحد من أعضاء الكنيسة اللي بنتموا للكهنية عينوا مساعد له. هذا المساعد اللي هو بن كفير المستوطن في كريات أربع المسروقة من أراضي الخليل ورئيس حزب القوة اليهودية راح يجيب في انتخابات 2020 حوالي 20,000 صوت ويرجع بعد سنة مع تحالف الصهيونية الدينية اللي بيكون هو سموتريتش على راسه يجيبوا 6 مقاعد بتتيح له يدخل الكنيسة الإسرائيلي ويصير عضو فيه. لكن سنة 2022 بيقفز هذا التحالف وبحصل في انتخابات الكنيسة 25 على 14 مقعد بتخلي بن كفير اللي كان قبله كم من سنة شخصية هامشية ومتطرفة في دولة الاحتلال يتسلم حقيبة وزارية. برجع أقوله مش أي حقيبة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي. وبعيداً عن التفاصيل الكثيرة صعود بن كفير يا جماعة هو صعود اليمين أو الصهيونية الدينية في دولة الاحتلال في مواجهة التيار العلماني والليبرالي، وهذا يا جماعة يعتبر سابق عند عدونا. لكن نجاح بن كفير والصهيونية الدينية بالعموم كان إلزامي لنتنياهو اللي كان محتاج هذا التحالف كجسر عشان يعدي ويعبر نسبة الحسم ويقدر يشكل حكومته. ما علينا، السؤال اللي بخطر عبالنا هان كيف نجح بن كفير انه يصير نجم بين الشباب الإسرائيلي؟ اطلع السؤال منيح بتلاقي نص الإجابة أو تلتينها يا سيدي ربعها. بكل بساطة كيف صار نجم بين الشباب؟ انه صار نجم، أو كيف وصف لبيد بالمهرج السياسي في مقال افتتاحي بعد انتخابات 2022 بعنوان التيك توك والترفيه الساحة السياسية التي أوصلت بن كفير إلى الصدارة. يقول الناشط الإسرائيلي أوري ميلون وهذا بالمناسبة عمره 14 سنة بقول إذا كنت بتستخدم فيسبوك فغالبا أنك تفاجأت من صعود شخص زي بن كفير، بس أنا لأني بستخدم التيك توك ما تفاجأت. يعني باختصار اللي بدي يقوله أنه بن كفير عرف يستخدم تطبيق زي التيك توك ويبين قدام الشباب الإسرائيلي أنه عصري وفاهم عليهم وبيعبر عن طموحاتهم بحلول سياسية جذرية ضد العرب، بمقابل الاستخدام اليساري والعلماني اللي ضلوا مش فاهم كيف يسوق على هذه التطبيقات وخطابه ممل لهذه الشريحة العمرية، وبالتالي كان بالنسبة لهم تيك توكر أكثر من كونه سياسي. وعشان تفهم علي أكثر،
عمل بن غفير مقطع خلال الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وهو بيلعب كرة قدم وبيقول أنا بتدرب على رك العودة والطيبي وعباس على سوريا. وخلال هذا الحضور الملفت بالنسبة للشباب الإسرائيلي على تيك توك واللي استعان فيه لقدام بابنه، صار بن غفير يلعب دور الأب اللي بيشرح طوال الوقت لابنه على شو شغالين سياسات. فمثلا خلال الطوفان بيسأل ابن بن غفير أبوه، أنتم منحتوا من بداية الحرب موافقة على أكثر من 100,000 قطعة سلاح، شو بخصوص الأسلحة الطويلة؟ فبيجاوبه حكيك صحيح، وأنه إحنا افتتحنا أكثر من 900 فرقة حراسة مسلحة ووزعنا أكثر من 11,500 بندقية هجومية وبنادق طويلة على أعضاء هاي الفرق، وأنا بناشد الجمهور يجي يتطوع بهذه الفرق، بيرفع بالآخر شعار إسرائيل تتسلح. هذا الدور يا جماعة اللي بيلعبوا بن غفير على منصة زي التيك توك بترافق بالنسبة للمشاهد مع حضور ميداني دائما وأبدا. في 27 كانون الثاني 2023 عملية فدائية بتصير عند مستوطنة النبي يعقوب في القدس المحتلة، من أوائل اللي وصلوا بيكون وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، وفورا وبدل ما يتوجه للشرطة اللي هو مسؤول عنهم بيتوجه للمستوطنين المجمعين بالمكان وبيسألهم كان معكم سلاح؟ ووسط هذا المشهد الدرامي بيجي مستوطن من بعيد بضيف ملح وبهارات على المشهد، بعبطه هو بعيط وبقول له أنا هربت من المكان مكان العملية ولو كان معي سلاح كنت على الأقل منعت 3-4 يموتوا. فبن غفير بيوعد مجتمع المستوطنين وقتها أنه عينه خير. هذا لقدام وتحديدا خلال الطوفان اترجم لتوزيع سلاح بالحبطرش، عارفين بالحبطرش يعني كيف مكان، على المستوطنين وإنشاء لهم ميليشيات مسلحة ينتظموا فيها ومن خلالها يمارسوا إرهابهم على الفلسطينيين وتخصيص ميزانيات بالهبل لخدمة هذا الإشي زي ما شرحنا في حلقة سابقة عن الاستيطان وتسليح المستوطنين، لدرجة أنه مؤخرا ومع احتجاجات الطلاب في أمريكا دعما للقضية الفلسطينية طالب بن غفير بتأسيس نفس هذه الوحدات بس في أمريكا. الله يوفقهم. هذا النوع من الخطاب والممارسة الصهيونية اللي حاملوا الفكر الصهيوني الديني لآخره حطبوا الأساسي بالنسبة لبن غفير هو الشو، العرض الإعلامي والتحريض المباشر ضد الفلسطينيين وشن حملة واسعة ضد الأسرة تحديداً لأنه ملفهم جزء من وزارته. واحد من النشطين الإسرائيليين شو بقول؟ بقول بن غفير كان يدرك دائماً أن كل شيء كان من العرض كله شو. بالمناسبة هيك عمل وقت أحداث الشيخ جراح، حمل حاله ونزل على الحي وفتح في الشارع في نص الشارع فتح مكتبه، وزي ما عمل مؤخرا باقتحام المسجد الأقصى والتهديد من قلبه في مشاهد استفزت كل المسلمين. وهذا هو الدور اللي طوال الوقت نجح بن غفير بلعبه، النجم السياسي والصهيوني المتدين الموتور كأنه مقتول له حدا، وين في عرب بيروح بيوتر الأجواء. وعلى فكرة بن غفير بيشبه لحد كبير الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب واللي صعودهم تزامن تقريبا مع بعض وإجا في الفترة نفسها. شخصيات بميزها إنها بتعرف تعمل حالة على السوشيال ميديا وإنها بتعبر عن النزعات العنصرية والشوفانية اللي عند الناس بشكل واضح وصريح، وبتحكي بلغة بسيطة وأقرب للغة الشارع منها للغة السياسة. إتمار بن غفير المستوطن المتدين بشكل متطرف مش قابل فصل العنصر الإسرائيلي، وإنما الأصح بنحكي إنه ابنه زي ما عبرت صحيفة هارتس الإسرائيلية، واللي انتقل من الاحتجاج والتظاهر ضد حكومته لأنه يحرض بالقتل ويتخذ من القتلة أبطال، لأنه يدافع في المحاكم عن قتلة الفلسطينيين من المستوطنين وصولا للغرف المغلقة في اللعبة السياسية الإسرائيلية. هذا المستوطن الشعبي اللي عرف يجمع بين الدين والسياسة وبين الوضوح بفكره وعقيدته والبراغماتية في ممارسته، لدرجة أنه مسؤول سابق في الشباك وصفه بأنه براغماتي بيعرف كيف بقول ويعرف كيف يمشي بين قطرات المطر، وقدر يوظف السوشيال ميديا ويخاطب جيل جديد من الإسرائيليين. صار هذا الشخص من أكثر الشخصيات الإسرائيلية شهرة بسبب الكم الهائل من الكره اللي بناله من العرب والمسلمين. بن غفير ومن وراء الصهيونية الدينية أو يمين اليمين في إسرائيل هو نموذج شفاف وواضح لشو بدها دولة الاحتلال منا، بفرقش كتير عن غيره، كلهم عندهم نفس الأهداف وكلهم كان ارتكب نفس المحرقة والإبادة اللي مستمرة للآن في غزة، فيش فرق. اللهم هذا واضح بعدائه لنا، وهذاك يمكن أقل وضوحا، هذا بده يقتلنا بسرعة بالنار وهذاك بده يقتلنا ببطء بالسياسات. وعلى ذكر السياسات فاليوتيوب بتوصي فينا هاليومين وفهمكم كفاية، فتوصوا فينا بالاشتراك بالقناة واللايك والشير، واكتبوا لنا شو حابين شخصيات نشرح لكم عنها، والسلام.